شدد وزير التجارة محمد هاشم العاني على ضرورة تبسيط الإجراءات وإزالة الشروط التعسفية في آليات التعاقد لاستيراد المواد الغذائية دون أن يؤثر ذلك في القوانين والتعليمات النافذة. الوزير العاني أوضح أن آليات التعاقد تحتاج إلى شفافية عالية وتبسيط في مستوى الإجراءات وتقليل الشروط التعسفية التي تسهم في منع الشركات الكبيرة والمعروفة في الدخول إلى المناقصات والتي تجريها الوزارة في توريد مفردات البطاقة التموينية.